السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. سمعتوا عن فلج المعلى في أم القيوين الحبيبة، ودرسنا عنه كثيرا أيام الدراسة، لكن زرتوه؟ ايش رايكم في أجمل شتاء في العالم؟ أخذكم معاي في تجربة شوف فلج المعلى في رحلة كلاسيك تور، تعالوا معاي. نحن في مكان مميز جداً، هو معرض وقد يكون الأكبر من نوعه في العالم للسيارات الكلاسيكية، هو حراج أو جراج مشغل لقطع السيارات القديمة، أكيد طبعاً الكلاسيكية. ونحن اليوم هني مع ضيوفنا الأجانب لأننا نشوفه كمتحف ويقدم جولات مميزة. تعالوا نشوف السيارات. الواحد يشوف السيارات يقول بياخذ شيء مجرد صورة، يعني ها تلتقط صورة فوتوغرافية معها، لا، تقدر تستخدم هالسيارات. نحن سواء كنت جاي عشان السياحة، عندك فيلم تبى بعض الأدوات القديمة موجودة، شوف السيارات هذه الكلاسيكية وتستطيع أن تستخدمها. شوف، تقدر تستخدم كل ذلك، كله شغال. حاب تعيش الدور تدخل البر بلاند روفر؟ موجود. خلال جولتنا لمنطقة التخييم، السيارات تتوقف في عدة محطات مهمة مثل حصن فلج المعلى والشريعة أو أي معلم آخر تحب أنك توقف وتلتقط الصور. طبعا في هذه المنطقة اللي فيها الشريعة، ذكريات أهل المنطقة معروفة جدا عند أهل أم القيوين. مستمتعين الأجانب طبعا بالأجواء، ودائما أقولهم شوفوا الجنة الخضراء اللي عندنا في الصحراء تبارك الرحمن. لكن عموما نحن متوجهين للمخيم، رحلتنا ما انتهت، تعالوا. طبعا هذا المخيم بعد ما تاخذ هذه الجولة الجميلة جدا. ادري ان عندنا ما شاء الله يعني الصحراء جميلة في كل البلاد، لكن امانة فم القيوين جمالية الالوان، الجولة اللي اخذناها من اروع ما يكون صراحة. حاطين لك الحطب موجود في مكان، الكراسي. طبعا الجولة ممكن تاخذ 40 شخص على فكرة، نعم، وترتاح في الجلسة الطيبة. الله، أدري السؤال، نقدر نسوق ناخذ لفة؟ خلنا نسأل. Mark, can we take a ride with this one? So this is for everybody. Yes, totally. As long as they have a driver license. Yes, but a little short drive. Okay, just in this area. When was this car built? 1960.
1971. تم صنعها في عام 1971، يعني أكبر عني بثمان سنوات. بسم الله. أجمل شتاء في العالم من الآخر يا جماعة الخير. فم القوين بلادنا حلوة، بس نتقرب ونتعرف عليها أكثر.